هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. بطولة الخريف ماشي بطولة، هذا راه غير النصف الأول من البطولة. غير هو كيعطي إشارة للفرق القوية اللي يمكن لها تفوز بالبطولة، ولكن هذا ماشي غريب على فريق الوداد باش يفوز ببطولات الخريف، ولا ديما كتقتصر على هاد جوج فرق، ديما هاد البطولات الخريف كتقتصر، ولكن ماشي هي اللي غادي نبنيو عليها باش نقولوا راه غنقولوا بطل لهذا الموسم. غير انما كيبقى بان الانسان كيكون عنده واحد الحافز وتيقول راه كيما فز في النصف الاول ديال البطوله نقدر نفوز بالشوط الثاني ونفوز بالبطوله في النهايه، ولكن هذا ماشي ميزان. مزيان ولكن غير هو ما ياخذوش الانسان كنتيجه فينيش نهائيه، ويخدم عليها ومزيان مزيان. راه هاد القضية كاينة في جميع البطولات، جميع الفرق تيقول لك انا اللهم ربح ثلاث نقاط على ندير الفرجة غادي تجي من بعد، ولكن الجمهور اللي كيتفرج هو اللي كيقول انا باغي الفرجة وباغي النتيجة، ولكن الفريق راه باغي غير ثلاث نقاط. لا حتى اللعابة راه كتعرف اللعابة دابا راه الاجر ديالهم هو لا بريم ديالهم، اذا اللهم الى دار الفرجة راه ما تخلصوش. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.